أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. وندعو كل أناس بإمامهم، كذلك اليوم ثم القيامة ادعو الله كل أمة كل أناس بإمامهم الذين تكلموه اتبعوه، فالأنبياء أئمة أتباعهم، العلماء أئمة أتباعهم، كل منهم يدعى بإمامه. الإمام الأعظم الله صلى الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يوم كل الناس بإمامهم، فهو خير الإمام، نحن إن شاء الله خير أمة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا نكون شهداء على الناس ثم القيامة، ويقول الرسول عليكم شهيدا، نكون شهداء على الناس إذا سأل الله الرسول عن تبليغهم ورسالتهم وسأل أمامهم عن ذلك، فيقولون ما جاءنا من نشير ولا نبي، ويكذبون الرسل وقالوا ما بلغوا ولا شيء، وهناك يقوم الخصام بينهم، الرسل يقولون بلغ لهم يا ربنا ولكنهم كذبوا، وهل يقول لا ما جاءنا من احد، يحتاجون الى قتل حكم بينهم، فالحكم لا يكون الا بشهاده، والشهادة معلومة عند الرسل في ذلك الوقت، فيقولون يا ربنا يأتوننا بشهيد على أنهم بلغونا، فيقول الأنبياء حجارين الشهداء هم أمة محمد، شهداء على تبليغنا إلى أمنا إلى أمة نوح إلى أمة إبراهيم وإلى أمم الأنبياء كلهم، نكون نحن الأمة المحمدية شهداء عليهم بأي شيء يشهد لهم، لم نحضر زمانهم لم نعاصرهم، وقد يكون بيننا وبين أحد الأنبياء سنة و 2000 سنة وكيف نشهد عليه في شيء ما حضرناه ولا رأيناه، فالشهادة يشهد يشهد يا ربنا أن هؤلاء الرسل الأنبياء بلغوا أمامهم وأنذروهم، وشهادتنا بشهادة القرآن بشهادة نبينا بشهادة القرآن، قال القرآن أنهم بلغوا فنحن نقول شهدنا بشهادة القرآن بشهادة القرآن، فتقوم شهادتهم بشهادة القرآن، أما نحن فذب نبينا يكون شهيدا عليهم، الله أكبر، الله ما أبلغهم إلا ما يسره، الله ما أبلغ أجل شهادتنا شهادته لنا إن شاء الله من أحد الدخايا لنا، ويكون الرسول عليكم شهيدا شهيدا لمن أطاع بالطاعة وبالرضا ولمن عصى والعياذ بالله بالمعصية وبالغضب بالعذاب. وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة.